السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محدثكم طلال أحمد بحيدر من مدينة المكلة محافظة حضرموت شرق اليمن. سأتحدث في هذه الحلقة عن عادات والتقاليد التي تشتهر بها هذه المحافظة، وسأخصص في هذه الحلقة حديثي عن المقاهي الشعبية التي تشتهر بها مدينة المكلة، والتي تعد لها تاريخ عريق منذ الأجداد، حيث كان يجتمع فيها النخب السياسية والثقافية والاجتماعية لتداول بعض الأخبار، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية لهذه المدينة أو لهذه المحافظة. سأترككم مع هذا التعليق الذي يوضح لنا ما يجول ويصول في هذه المقاهي الشعبية. في ذات يوم كتب مستشرق بريطاني قائلا: المكلة مدينة عجيبة، فبين كل مقهى ومقهى مقهى. نعم، إن المقهى رئة هذه المدينة ومتنفسها، وملتقى لكل الناس، حيث الزمن الماضي كانت الراديوهات شحيحة، كان الناس يتابعون في المقهى نشرات أخبار إذاعة البي بي سي وصوت العرب، وبالأخص المذيع المصري أحمد سعيد، وخطابات الزعيم عبد الناصر، وسهرات أم كلثوم. المقاهي في حضرموت، وعلى وجه الخصوص ما يمثله المقهى في المكلة حاضرة حضرموت. فالمقهى كانت منذ البدء كانت ملتقى للمثقفين الذين لهم مقاهي خاصة يتناولون كثير من الحديث حول الجوانب السياسية والثقافية، ومع يعني هيجان الشارع العربي في بداية الخمسينيات والستينيات كانت المكلة، وبالذات في الأحياء القديمة، أحاديث تتناول طبعا المشاكل الاجتماعية والمشاكل السياسية في ذلك الوقت، عندما كان الشارع العربي يموج سياسيا من أجل نصرة الثورة العربية، وبالذات ثورة مصر 23 يوليو. وقد اعتاد سكان مدينة المكلة على ارتشاف الشاي بطريقتهم التقليدية الحضرمية، فحينما يستيقظ سكان هذه المدينة في الصباح الباكر تكون لهم طقوس خاصة، حيث تنتشر ما يسمى بالمقاهي التي توفر الشاي، وكذلك البساط التي توفر وجبة تسمى بالباخمري، وهي وجبة خفيفة من دقيق وسكر على شكل أقراص مدورة بحجم كف اليد، ثم يذهب كل شخص إلى عمله. أيضا في مقاهي أخرى فيها عامة الناس الذين يتحلقون حول الموائد، وأما يلعبون الورق أو الألعاب المختلفة ويتناقشون، ومقاهي أخرى خاصة بالبدو مثلا في المناطق الضواحي المكلة في الشرق مثلا وغيرها، يعني يتم فيها تبادل القصائد والشعر، وأحيانا الغناء مع طبعا توزيع أكواب الشاي الأحمر المعروف في حضرموت. وفي المساء يلتئم الشمل من جديد بين النخب والأصدقاء لاحتساء الشاي واللعب واستعراض الكثير من القصص والذكريات التي تجمع بين السياسة والثقافة، فيما اقتحمت الرياضة والمباريات الأوروبية والعربية الساخنة بعض المقاهي التي اضطرت لتوفير شاشات خاصة نزولا عند رغبة مرتاديها من الشباب. ولتلك العادة تاريخ عريق، حيث تمتد هذه العادة من عصور الأجداد، وكانت لها مكانتها في الجيل الحالي رغم غزو بعض الكافيهات الحديثة لبعض المواقع في هذه المدينة التاريخية.